اسمي ياسمينة الحازق، والمعرض ده بيتكلم عن العالم الموازي. بعمل منحوتات و paintings. البينتينجز فوتوغرافيا ومرسوم عليها، مرسوم ديجيتال. والفكرة ان انا اخدت 1200 صورة، ومن 1200 صورة دول اخترت 30 صورة للمعرض اللي هم كنت اوريدي رسمت عليهم. كل بلد بسافرها برسم الكاركترز بتاعتي جوه البلد نفسها، والفكرة ان انا بحاول اعمل العالم الجديد بتاعي انا، اللي هو الكاركترز بتاعتي اللي هي عندها بهجة وبتحب الحياة اكتر من الناس اللي احنا بنشوفها في الحياة الطبيعية. وبعدين هنا زودت النحت، اللي هو الكاركترز بقت طالعة في الحقيقة، يعني الكاركترز اللي انا رسماها طالعة في الحقيقة.